انا كده ما ادري ايش كده اسكت انا اتحمل مسؤوليه الناصريه كده ايش يصير بالمحكمه ولا المهله انا اول واحد ولا المهله بقى محاكمه اول الطالب للمحكمه انا اطف والله ما اخلي لا قاضي لا ضابط لا بالطالع على حقي هسه اي حد يجيني اي اكبر مسؤول بالدوله اكبر شيخ اكبر سياسي خلي يجيني يقول لي تعال شنو ما تعال تعال انت ابنك مقتول داخل حق ولا لا داخل حق ولا لا انا اخواني ماني شهيد شنو اذا هو بدر مثلا تعال قاعد وياي سوي ماما علي ما حد مثل ما قلت لك راح نصاب الحسين لا حد يجي راح نطمني اسبوع 10 ايام والمهله نجي للمحكمه وحق مصاب الحسين المحكمه كلها نعزلها ما تنفتح المحكمه اذا ما يحاكمون دول قدام هذا حال صحيح طلع اقول لك بالسلمية يا رجل جوا المحكمه ما تجيني ما وافقوا انا ما تجيني انا اعطيكم معلومه المحافظ انا جاي لك هسه الديوان الرئاسي راح انطالبك استقالت من الدوائر كلها شلع مو ليوم وعلي مو ليوم اذا ما طلعت يمكنهم الله ومحمد وعلي تخدمني هنا على راسي خديك ما تخدمني انا ابتداء انتقف على الله محمد وعلي حسب حالي الاحزاب بالنسبه للمستشفى العسكري باسل راح مستشفى تركي باسل راح نظهر قدامه ويجي المحافظ يسوي حمله ويجي المحافظ غصبا على شيب ابوه يفتحها كامله راح تتفلش وما عاد قاعد بيها انتهت صارت مع السنه كامله باسل والله اذا ما يجي يفتحها انا افتحها بدينا وانا اجيب دكاتره منين والله.